حياتنا السودانية حياة جميلة ودائما فيها أمن وفيها استقرار، لأنه إحنا بنعتمد على تربية البيت الواحد على امتداد الأسر الكبيرة السودانية والحوش الكبير اللي بيجمع كل السودانيين في الزمان والآن. يعني الآن إلى حد كبير يمكن هذه الحاجة هي موجودة في مجتمعنا السوداني، ودائما احنا من خلال حياتنا بنزعى للاستقرار وبنزعى للامن ونركز على حته الامن. واحنا يمكن في الاحيان الاخيره تعرضنا لكثير من الازمات اللي تعرض لها امن المواطن السوداني، وفي حاجات ممكن تكون بسيطه في مشاكل قبليه في مختلف ولايات السودان، ويمكن الحي ده عمل الزعزعه، لكن احنا بنرجع ونقول احنا عزيمتنا وارادتنا قوية عشان نرجع الإيمان، عشان نرجع الاستقرار، وعشان نرجع الأمن. لأنه لما تكون في مشاجرات نهايتها مريرة معناه إحنا إيماننا تزعزع شوية. وإحنا معروفين بتربيتنا الإسلامية في بيوتنا السودانية وعملت على استقرار الكثير لكل الناس. فحقيقة المشاهدين إحنا محتاجين لي مواد وقوالب توعوية ترجع الأمن والاستقرار في كثير من ربوع السودان، ما بقول كل السودان لأنه إحنا الآن في مرحلة بتاعت وعي كبير جدا. حنتابع هذه المادة وحنتعرف من خلالها على الاستقرار الأسري من خلال التربية ومن خلال التعرف أيضا على الوازع الديني. ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. في هذه الحلقة نتناول موضوع الجانب الاجتماعي في الإسلام، أي البنية الاجتماعية الصحيحة التي وضعها الإسلام، ونتناول جانب الأسرة والمرأة والطفل في المجتمع حسب ما وضع الإسلام بنيته ومرتكزاته. والإسلام أسس لبناء الأسرة النموذجية، وهو أنه حدد المرتكزات التي تؤسس عليها الأسرة الصالحة التي يعني تنتج لنا مواطنين صالحين يفيدون أنفسهم ويفيدون المجتمع. فأول شيء، أول لبنة وضعها الاختيار السليم للأم التي هي أساس الأسرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس.